بناء على معلومات واردة للأمن الحضري ولاد موسى بأم دائرة خميس خشنة مفادها قيام شبكة إجرامية بترويج المؤثرات العقلية وعرضها للبيع باستحضار مركبة. على الفور تم مباشرة التحريات المعمقة في القضية، حيث تمكنت الضبطية القضائية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و 29 سنة، ينحدرون من ولايات بومرداس البويرة المدية، مع ضبط الأقراص المهلوسة داخل علب الأجهزة الكهرومنزلية يستعملها أفراد العصابة لتمويه المصالح الأمنية أثناء عملية المراقبة، أين تم حجز 5251 قرص مهلوس، 3 مركبات تستعمل في نقل السموم، 57 علبة أجهزة كهرومنزلية تستعمل في التمويه، أسلحة بيضاء. بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.